طوالتكمش. أربع سنين كنت بحكي شوية حكير الله يزال. آه عينيك شوية دابا مزيان؟ آه دابا شوية وخا كنت نحيدو 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 فلاش من أحسن حيت كنت صافي حشير الله يزال العملية دابا مزيان؟ آه صافي كيضركش عينك دابا مزيان. الشكاية درتيها اليوم ولا درتيها؟ درتها مع الخميس بلاتي انت غتسولني ياك؟ اه غنحاول شوية بشوية. باقي عندك شي اثر كتحسيني باقي؟ لا مرض نفسانية نفسانية انا مرض نفسانية نفسانية تحطمت لحقاش كتشوف طلقتي رجعتي لداركم شريت المشكلة صافي راه كاين هو كيعايرك بها هذه باقي حياة نهار خرجت الاعلان صافي دار يديه في العافية ماشي حنا نعيش العذاب نهار على نهار ساعه بساعه وهما يعيشوا الرفاهيه مع راسهم يضحكوا يا نتعذبوا كلنا يا كلشي يرتاح انا ما كرهتش نرتاح وما كرهتش كره باقا في داري ما شاء الله صافي. اذا مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر ومساء الخير من مدينه المحمديه مع هذا المشكل اللي ربما الاطوار ديالو كيعرفوها الناس المحمديه بشكل كبير تمت في عقر مستشفى الكوارث كما اسميه انا هذا المنبر مستشفيات المحمديه ياك لا اسمك فوقع لك مشكل لا وقع لي عندهم هما في البلاصه اللي وليت عندهم فيها هي غير كانت خدامه في هذا المستشفى اللي صيفطتني فيه المحكمه ديال الخبره هو كله بصح كله ديال الكوارث من كما قلتي نفس كله كوارث كله يعني ما كنظن ماشي مشكل يعني فيه تطبيب الا في المحمديه الا جاي من داك المستشفى يعني خصني اعاده النظر في هذه المنظومه هذه يعني هذا الملف ديالك شنو وقع فيه بالضبط غير التذكير حنا عارفين الاطوار ديالو غير التذكير الملف ديالي كنت اللي وقع فيه هو اصلا المشكل اللي طرا مشيت نولد على هاد الناس نداح بحال حكا بخير فرحانه حتى كنخرج في لومبيلونس هازيني في كرسي متحرك مهبطيني من تما دايريني في لومبيلونس داوني خطر لا كلينيك الوحيد اللي قبلني من بعد ما اتصلوا بثلاثه ديال الطباء الوحيد اللي قبلني هو هاد السيد الله يرحم الوالدين هو اللي عتقني من بعد الله سبحانه وتعالى دخلت فرحانه خرجت في لومبيلونس خرجت نسيني لي على الموت تحيدت لي الوالده ديالي بسبب اهمال وبسبب لي الدين اللي داروا فيا وحده من الزنقه الكاتبه مولداني الام ضربه لي الوالده بيديها ومشات ونكره بانها كانت داك النهار تما وبزاف د الحوايج يعني داك الشيء اللي يعني مجموعه من الاسباب تجمعت على داك النهار في ديك الساعة في ديك النهار قمتي بواحد الإجراء قانوني ودرتي الشكاية للسيد وكيل المحكمة؟ درت الشكاية أشنو وقع في هذيك الشكاية؟ كنا من بعد ما درت الشكاية كانت تقدمات الأم وبنتها المتهمات بجوج المتهمات تقدمنا عند نائب المعتقل اللوسكي فعلا كان دار الدور ديال النائب يعني دار الدور ديالو أنا ما كيحسبنيش طريقة باش كيصطاد الفريسة ديالو راه هكاك أنا كيخلع كيغوت كيدير تعامل معاهم كأن داكشي اللي خاصو يدار معاهم دارو هو قدامي يعني كلشي كان غادي مزيان هادشي طبق معاهم القانون حرفيا طبق معاهم القانون لدرجة جاب لابيجي عيط البوليس اللي كيكون من ورانا عيط لي قال لي دابا تجيب لي لابيجي لهنا فعلا جاب لابيجي دخلت لابيجي قال لهم دابا غديو السيدة بنورش دير الخبرة وغتجيب وغتحيدو لهم الضمانات كاملين كلهم تصور كيأكد كيقول لي حتى حاجة ما تبقى لهم الضمانات كلهم يتحيدو لهم نعم الطبيبة المتهمات ماشي الطبيبة صاجفة يتحيدو لهم الضمانات يحيدو لهم كل شيء كيأكد ما تخليو لهم حتى حاجة تصور داكشي اللي دار أنا فين مشيت مع الناس ديال البوليس فاش جيت للدار في العشيه كنلقى الاب ديال المتهمه مصيفط واحد السيد باش يتلاقاو معايا المتهمه الام مصيفطه واحد السيده اللي ما غاداش تقدر تكذب لان البنت مستعده تقول ان فعلا الام صيفطاتني حيت هي اللي عرفتنا بهذا المولده هي وبنتها
كيقلبوا عليا العشيه كامله. انا رفضت اللي كيجي عندي كنرفض، كنقول لا، يعني انا ما بغيت والو. كيقول لك انا تمشيو تفاوضي معاهم، ايه وانا كنقول لا ما غنشوفهمش، لدرجه ان صافي كنت قلت صافي القانون غادي يكون معايا. يعني المعامله اللي شفت، يعني داكشي اللي شفتي، يعني كان مجرد تمثيل باش هو كيجاب عنده الفارسه ديالو. صافي انا درت داكشي بخير وعلى خير، وكيصيفطوا ليا ما كنمشيش. بقينا في القضاء، بقينا المهم كنا باقي ما تحاليناش على الجلسه. عاوتاني كنصيفطوني ندير الخبره في كازا في هاد السبيطار اللي سميت. داكشي كان شفت التلاعب من الدقيقه الاولى، شفت انا ماشي دريه صغيره وكنعرف كلشي. ملي شفت كاينه داكشي اللي هما ما باغينش، انا كنشوف راسي مخيطه وخيطتني مرا من الزنقه، هما كياكدوا على انني ما مخيطاش. يعني انا اللي كنشوف البرا داخله فيا بلا بنج، ما غنقدرش نكذب. هما اللي كذبوا، حاميهم العرفه ديالهم، حاميهم فلوسهم، حاميهم بزاف د الحوايج. انت خيطون فين؟ انا خيطوني خيطوني يعني بزاف د الحوايج. انا نهار مشينا باش غنديروا ديك الخبره، كيقول لي اول حاجه كيقدم لي البروفيسور اللي تما، كيقول لي الله يخليك. من بعد ما قال لابيجي المره انا خيطات كتبقى حتى 10 سنين 20 عام كتبقى سيكاتريس. ومنين دخلت معفا وعرفهم ودخلوا عدو وداكشي، ولا كيقول لي لا راه الخياطه ما غاداش تبان، حيت انت يلاه والده دابا شي 5 شهور 6 شهور. شنو سبيطار هذا؟ في كازا في بنورش. بنورش؟ اه. ولا نقول لي دكتور حدا الطاقم الطبي حدا المتهمه وبنتها، قلت لي انت 20 مره كنجي مع البوليس عندك كنديروا الاجراءات كنأكد لك على الخياطه، كتقول لي داكشي كيبان واخا 20 30 عام، اشنو خلاك تبدل الاقوال ديالك؟ منين شفتو كيك ما درتش الخبره انسحبت. داروا تقرير يديروا فيه اللي بغاو، حيت انا راني كنشوف انا والدي تتحيدات اليوم. من بعد دزنا التقديم الثاني، ملي كيدزنا فيه عند اللوز كيعاوتاني دزنا جوج مرات الافلام بداو المتابعه. شنو فيها الاداء الغير العمد؟ يعني ما كانوش قاصدين باش ياديوك؟ ما كانوش قاصدين، ولا عندي الشهود، وش صاتوا في الشهود، صاتوا في التقرير الطبي، صاتوا في كل شيء، وعاطيهم الاداء الغير العمد. انا كنوجه من هذا المنبر، واش اللي نطق بالاداء الغير العمد واش كان داير خدمته ولا كان داير بحساب المعارف وحساب الكونت؟ انا باقا الان كنتسائل. لو كان داك السيد اللي معتقل دابا مشى بالخدمه ديالو كما في الاول، ما كانش المتابعه اللي دارها في استشاره مع اللي كان كيعطي المتابعات، ما كانش غيعطيني المتابعه، يعطيهم المتابعه فائده غير عمد. كان غير كان بعدا هو قال لهم، قال لهم انتم خاصكم الحبس، انتم غتمشيو للحبس في التقديم. حتى كنتفاجئ انا في مره ثانيه. علاش دار في الهضره ديالو؟ اه علاش دار في الهضره ديالو؟ ما عرفتش علاش دار، وعلاش دارو ما بقاش المشكل مع الوسكي، حيت الوسكي راه كان معاه وكيل، كان معاه رئيس، كان معاه المحكمه كانوا فيها مسؤولين. ما يمكنش هذا الوسكي كان كيدير الخدمه السيد الوكيل، السيد الرئيس، وما يمكنش ما يمكنش راه كان كيدير خدمه ديال كل شيء، مستحيل. كل شيء كان تيديه تم، شي في الملف ديالي كل شيء كان تيديه تم، بحكم المعارف ديالهم، بحكم عندهم الخال المحامي اللي كان كيقول لي الله يمك لا صورتي شي حاجه، ولدو قاضي، يعني واخا يكون بنادم داير معنا تحليل راه غادي يفهم. حنا الا كانت عندك مع ساعه واحد بسيط راه كيديروا بوجهك، ما فما بالك انهم معروفين في المحمديه كيتباهوا براسهم، انا يتباهوا ويديروا اللي بغاو حياتهم هذيك. انا راه كنشوف الوالده ديالي مشات ليا، كنشوف راسي تدمرت، مرضت نفسيا، طلقت، خاصهم يعرفوا انا هادشي ما ساهلش عليا، ما ساهلش. هما اللي كانوا داروا بوجه الناس اللي جاو عندهم الفلوس اللي عطاهم، انا كنقولها من هذا المنبر، كنقول انا اللي دار بوجه شي حد واللي خدع عليا شي ريال الله يجعلوا ليه مرض في ولادو. كنظن اي واحد كينهب على ولادو وكيخون على ولادو وكياخذ الرشوه على ولادو، هادشي علاش؟ على ولادو. وانا بغيت ليه المرض في ولادو، هادشي اللي بغيت، حيت انا ما عرفتوش اشنو كاين دوزت فيه. برا عليهم يعني لا 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 لا، حيت انا ما داروش على وجه ولادي. انا تانا راه عندي بنتي، راه بنتي تبارك الله راه دابا 4 سنين وانا مجرجره، ما حلتي ليا، ما حلتي بنتي، ما شكون اللي دار على وجهي انا باش يديروا على حساب بنتي؟ لهذا كنقول اللي كلا عليا شي ريال ياكلوا في الحبس وياكلوا على ولادو في السبيطار.
هادشي اللي غنقول. درتي واحد الشكايه للسيد المدير العام الوطني؟ درتها. بخصوص اش؟ بخصوص الاعتراف ديال واحد الصحفي لمده 4 سنين. هذاك الصحفي جا عندي، انا كنت باغا نجيبو ليا السيد باش يسجل معايا، قال لي هو خاصة، قال لي السيد سجل معاك. الربعة عيط ليا كيقول لي ما بقيتش غادي نسجل معاك بحكم انني جاني نيشان، قال لي راه كنعرف ديك الناس وراني عيطت لخوها وانا كناكل معاهم وانا هادي راه بغاو يشوفوك. قلت لي لا ما غتسجلش معايا، ما غنشوف حتى شي حد. المرة الأولى السابعة العاشرة عيط ليا شحال من مرة كيقول لي بغاو يشوفوك راه ما عارفينش الحقيقة، باها باغي يشوفك. فعلا مشينا تشاوفت معاهم وقلتها في المحكمة في الجلسة، قلت لهم مشيت عند مع الأب وداكشي ورا كانوا باغيني انهم يتفاوضوا معايا، رفضت. هما بغاو يعطيو فلوس، انا قلت ليه اقسم بالله العظيم ومرتك هي كتقول لي بنتي هي سبب ما تدخلت المحكمه والكومي لابيشي، انا مرتك بعقلها واخا تقول غير 4 الحوايج ولا 3 الحوايج. انا دخلت مع 8 ونص الصباح داروني دخلت حتى 5 العشيه، مرتك ضربت ليا الوالده بيديها فرقعت لي السريه داروها ما بقاتش خدامه بحكم انها ما عندهاش حق مازال تمارس المهنه حيت غوتخيتي، داروها ما كانتش داك النهار. يا ولد بقى قابلة عادية. ويا اصلا من الاول قابلة عادية، حيت صافي فاتت الوقت القانوني ديالها، داروها ما كانتش داك النهار، الكاتبة ولدتني داروها ما كتولد ما كتقلب، جابوا لي مرة من الزنقة اللي خيطات لي وبسبب الانتظار ديالها 45 دقيقة، تكرموا فيا الخوات، نكروسي عليا، قلت لي مرتي تعترف ب4 الحوايج نعطيك التنازل تلقاها في يدك الصباح، قال لي مرتي ما تقدرش تعترف. لانه غتمشي للحبس. قلت لي ملي ما بغاتش تعترف وانت خايف على مرتك انا ما نطلعش كذابه قدام المحكمه وقدام الناس ويقولوا على قبل الفلوس دارت هذا الشيء، انا تعترف مرحبا. ما بغاوش. صحفي كان معايا كل شيء كان وداك، من بعد انا رفضت الفلوس حتى كنلقى نهار الجلسه كنلقى الصحفي بدا كيتقابل معايا، انا الصحفي جالس مع الاب ديالها واخ ديالها في الجلسه. ملي بغيت نخرج قلت ليه ما تكتب عليا ما تهضر عليا، تهضر عليا قدر انا ندعيك. قال لي جري طوالك. من بعد ما كان معاهم وهو اللي كان كيقول لي كولي وشربي خذي اللي بغيتي راه عندهم، قلت ليه ما بغيتش فلوس. ربي والنيام ان هذاك الصحفي هاد نهار 22 في هاد شهر 11 كيتصل بواحد الاخ صديقه الاخ ديالي اللي هي ما عليها حتى شي حاجه الصراحه، ولكن اتصل بها وكنت انا عندي معاها وداكشي، تلاقينا مجددا عندي معاها عيطت لها ملي شافها معايا كيبغى يعرف علاش شنو بيني وبينها شنو العلاقه بيني وبينها. هضرت معاها دوات معاها اعترفت بكل شيء، انا هو اللي عيط هو اللي كان غيسجل معايا، وحتى من السيد قال لهم هو اللي طلبها طلبني باش نسجل معاها، ولكن تصابت كنعرفهم وانا يا قلت لها بغا نشوفك وانا اللي طلبتها باش تلاقات مع باها وخوها، وكانوا عندي 40,000 درهم عاطينها ليا في يديا وبقات عندي مدة شهر ما بغاتش ما بغاتش تشدها ورديتها لهم، بقات عندي مدة شهر ورديتها لهم واعترف بكل شيء. يعني انا هذا الشيء منين سمعناه وهذه المكالمة منين كاينه كنظن حتى لو البنت خايفة على راسها من حقها، ولكن كاين اجهزة اللي كترجع المكالمة وكتجبد المكالمة. انا كنعطيكم شهر ونهار 22 في شهر 11 ما بين 22 حتى 26 حيت نهار 22 من تما كان اول اتصال من تما هو غدا. لهذا انا درت الشكايه لسيد مدير الامن والسيد وكيل الملك من المحكمه المحمديه اللي كنقدم لها الشكر ديالي. عم بغيت نهضر ولكن ما غنوصفش الشكر ديالي ليها لان تعاملت معايا زوين. دابا وصلت شحال من واحد دابا من الطرف كاين في هذه القضيه ديالك؟ شحال من واحد انت متهمه هاد القضيه هادي شحال تقريبا؟ متهمه وامها ايه واللي صرح بان عطاوه الفلوس وهو اللي جابني عند الاخ والاب ديالها هو الصحافي، وعاد طاقم ديال الامبراطوريه ديال العصابه اللي كان في المحكمه المحمديه قبل من الطاقم النقي. احتراماتي للسيد رئيس المحكمه الابتدائيه والسيد وكيل الملك العام تاهي وكيل الملك ابتداء المحكمه الابتدائيه اللي كنشكرهم بزاف على المعامله وعلى المحكمه الحمد لله. هذا الشيء اللي كتعاودي فيه يعني الحمد لله بعد ان المحكمه ولينا بخير كندخلوا على اساس ضحايا، اما قبل كنا كندخلوا كان تسيب على جنب الحيط حيت تقدر غير تعينك بطريقه تخاف على راسك. كانت امبراطوريه كانت عصابه
مدججة بالسنوات الحبس للمواطنين. كانت عندها اللي داره كلها قبع عينيه عنده الحبس، اما دابا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تطورت في القضيه ديالك؟ تطورت في القضيه، وهما انا ما عمرني خرجت من بعد عام وشهرين الاعلان على ود الملف ديالي، بحكم ان المحكمه تبدلوا فيها ناس وجاوا ناس جداد، ما غنظلم حتى شي واحد وما غنحكم على حتى شي واحد. كانت الخبره تعطات في المستشفى العسكري، تعطات دابا عام وشهرين المستشفى العسكري، كنمشي نهار على مره جوج مرات في السيمانه، لا اليوم لا هادي، من حقهم يعني. ما عارفاش ديك الناس علاش ما بغاوش يديروا الخبره، ربما خافوا من الصداع، ما بغاوش يديروها، ربما واخا ماشي مشكل. انا كنت بعدا حبست الاعلان الا فاش كانت المتهمه خرجت مرشحه في انتخابات، هي فاش خرجت كنضر عليها. اما بالموضوع ديالي حبست ولا نزول، ولكن نزولا لدى رغبه رئيس السيد رئيس المحكمه المحمديه قبلت، لان قال لي القضاء غادي يحقق فهادشي. كيف باش ديري خبره في سبع طريق وقع لك فيه المشكل اللي كانت خدامه فيه المتهمه اللي عندك معاها المشكل؟ عندي معاها المشكل. كيف وقع هذا؟ هذا هو اللي غادي يكونوا. انا ما كيحسبنيش غديرها ليا الطبيبه في السبيطار ولا عبد الله وحده، حيت انا عاطيني خبره ثلاثيه من طرف خبراء محلفين، كاينه وحده في السبيطار مول عبد الله ديما. قلت لي واش خبراء محلفين؟ ما عجبوش السؤال، قال لي هذا السؤال ما تسولينيش انا، سيري سولي السيد رئيس المحكمه. قلت لي كدكتور كانت لي مسير هذا مدير السبيطار. قال لي سيري سولي رئيس المحكمه. انا ثاني حاجه تخلي فيها الشك من بعد السانفي، من قبل في الاول السانفي لما كانش شي صريحك شويه. سيري سوليه. واش كتبلغي في الاجل ولا داخل الاجل كتبلغي؟ ما عجبتني حتى السيده. وكيفاش غتمشي انت وما دير خبره وما عندك لا السيده على والو؟ المحكمه بلغات السبيطار، ما انا ما عندي حتى السيده. كيفاش بلغات السبيطار؟ ما فهمتش. عطاتهم الحكم والاسئله اللي خدمتي انت. شكون اللي بلغك بالخبره؟ شكون اللي قال لك سيري ديري الخبره؟ داكشي بيناتهم انا ما جاتني حتى السيده، حيت انا النهار اللي بغيت ندير الخبره في كازا جاتني السيده، والنهار اللي بغيت نديرها في الرباط جاتني السيده، ولكن في هذه الخبره ديال السبيطار ولا ما جاك والو. ما جاني حتى شي حاجه، بلا ملي دخلت لا كاميرا كاينين، وقلت لي راه ندخل عندي خبره، قال لي واش عندك شي ورقه ولا شي استدعاء؟ وانا نقول مادام هو كيقول لي هو طلب من حقه السيكيورتي طلب من حقه خدمته، ولكن انا غادا بحال عشوائيه. واش انا كنسولك كنقول لك واش خبراء ما بغيتيش تقول لي؟ انا ضحيه محققه تقول لي. المحامي ديالك؟ الاستاذه ديالي عندها اليوم واحد الملف مهم ما حضراتش، وانا اللي حيت انا الضحيه خاصني انا نوقف. انا ملي مشيت نهار جمعه ما عجبنيش الحال، من السؤال من الهضره ديال لما عجب الا ما خرجتش صالح السانفي، من الخبراء سولي الرئيس، واهم حاجه اللي ما عجبتنيش ملي قلت ليه واش المتهمات زعما غيحضروا ولا مبلغين، قال لي لا ما عارفين والو. يعني هادشي الا جينا للقانون هادشي ما خاصوش يكون. علاش خبرتي اللي جات في صالحي؟ خبره في صالحي مليون في المئه، ولكن الاستدعاءات ماشي في اجل محدد، استدعاءات باطله. الا مشاو الملف مشى للاستئناف، تحكم ابتدائيه ومشى للاستئناف، غيرجع. وفما بالك انني غنمشي دابا غندير خبره بلا استدعاء؟ واش دابا ما بقاش استئناف؟ ما كاين هاد الناس واخا نعرف نمشي معاهم القصر الملكي عند سيدنا الله يستر، ماشي على السينات ماشي على ناخذ الابرام، حيت هاد الناس مادام مضرقين الحقيقه كامله، حيت كان كنغنحوا لهاد اللغز وهاد الجريمه اللي داروا فيها كانوا غيحلوها الكاميرات اللي عندهم. تصور من الباب المدخل والكاميرات فوق راسك والفوق كله كاميرات، ومنين طالبت بالكاميرات ما كاينش اللي قال لهم جبدوا الكاميرات، ما كاينش اللي قال لهم جبدوا الكاميرات، ما كاينش اللي قال لهم عطيونا تسجيل الكاميرات، لانه عارفين اشنو كاين. وانا كنت دخلت عندهم ولا دخل واحد اخر من الزنقه وشفر لهم شي تليفون ولا شي حاجه غيجبدوا الكاميرات. غنوض غير سكوندال، حنا ما وصلناش كاع السرقه، غيجبدوا الكاميرات. غيجبدوا الكاميرات باش تعرف ان هاد الملف ديالي فين معرفه. قلت لها انت السي الوكيل الملك درتي له طلب يعني باش ترجع الكاميرات وكذا؟ درت انا لا، هادشي راه كيكون في المحضر. انا في المحضر اللي استمعوا لي استمعوا ليا انا جوج اللي استمعوا ليا. واش الدائره ولا لا الولايه؟ الامن. الشرطه القضائيه لا بيجي.
تحياتي للبوليس كاملين، ما عنديش معاهم مشكل، عمرني لقيت معاهم مشكل ولا الناس معاملات بينا، ولكن هاد الجوج اللي داروا لي المحضر كنأكد عليهم وكنعاود نأكد عليهم الكاميرات، ولكن ما كان والو، ما كبوش ليهم الكاميرا نهائيا. اما انا كنقولها العام الاولى شفت واحد دخل وقالوا غنساندها، كاينين عندنا في المحمديه بعض الجمعويين بعض الحقوقيين اللي كلشي عرف. انا الناس في كندا كتعيط لي الان غير بحبيين، انا معاها واحد اتصال جمعيه من كندا، ما بغيتش كنرفض، كنقول ربما يحن قلبهم في مدينتي في بلادي. الناس من برا كيعيطوا ليا، ولا جمعيه ولا جمعيه حقوقيه ولا والو والو، حتى واحد ما داخل. بوحدك كتجري في الميدان؟ كنجري بوحدي مده 4 سنين، وكنتحدى اي واحد يقول لك وقف معايا في هاد في الجمعويين ولا في الحقوقيين، دخل وقف معايا او ساندني، ما كاينش. كنجري راسي، كنجري بوحدي. وغادي يغلبك الله ان شاء الله، مادام انا بقيت 4 سنين انا غيغلبني الله عليهم. سمعتيني، غدا تغلبي وغدا تاخذي الحق ديالك. قال لك وما دعا حق وراءه باطل. خويا فصل، ولكن المتابعة شوف، كانت 432 من القانون الجنائي اللي كتبدا من شهرين حتى 5 سنوات، والغرامة تصل إلى 100,000 درهم. هذا الفصل ما تتابع بها حتى واحد، ما تتابعوش يعني عدم متابعة ياك؟ راه إيداء الغير عمد هو بحد ذاته براءة، عدم متابعة شي قال إيداء الغير عمد كان عليه قال براءة، حيت كل شيء كان باين، حيت خالها المحامي نهار ما تقدمت حتى اعتقاليه، وتقدم وما يمكنش من 10 مستحيلات، هما معروفين زعما هما كلاس هما، راه ما يمكنش. راه كنقول لك انا قال لها لوسي في التقديم، قال لها انتم غتمشيو للحبس في التقديم قدامي، قال لهم غتمشيو للحبس، قال لها غتمشيو للحبس. هما من شافوا السيد مخرج عينيه صافي، تما فين بدا الفيلم. والحمد لله كنقولها من بعد كيفاش شفتي انها مسرحيه هذيك؟ مسرحيه ديال المسرحيه حيدي من الضمانات. الا انا كنكذب، الا انا كنكذب، انا عندي اسماء ديال اللي عيط عليهم فجاو وحيد لهم الضمانات، حيت سماو سميتهم وهما اللي شدوا الضمانات وداروا خدمتهم. ولكن علاش الى طريقه، الى طريقه رجعوا لهم الضمانات؟ إن انا عام مصدعه، انا عن الصابه، انا باقا عندي لهم رزقهم، ولكن رجعوا معايا تعمقوا في هذا البحث هذا، علاش من الاول تحيدوا الضمانات؟ شويه رجعوا، اين الطريقه اللي خلاتهم يرجعوا الضمانات ديالهم؟ هنا فين كاين السؤال؟ طبيعة الحال، وهذا السؤال غادي يرجع لك معاه في بيت اخر. رسالة ختامية. رسالة ختامية خويا، أنا 4 سنين وأنا كنجري. دابا شنو دابا شنو الإجراء دابا اللي أنا 4 سنين وأنا كنجري وباقا كنجري وما غاداش نحبس، وكانوا أنا اللي كنطالب به حاليا هو سيدنا والسي الحموشي والسي الداكي، راه انا ما كنعرف حتى شي حد من غير هاد الناس. انا درت شكايه لمدير الامن ودرت شكايه يتفاعلوا معايا فيها ودايرها مع الشكايات، ودرت شكايه عاوتاني للسيد وكيل مالك والله يرحم لها الوالدين، وتوقف معايا يديروا الاجراءات في هاد الشكايه، وتما غيعرفوا كل شيء الا انا كاذبه او هما اللي كاذبين. وهاد الصحفي دار معاه بحث، هاد الصحفي يدار، انا حطيته بسميته وكنيته برقم الهاتف ديالو، يدار معاه بحث. شنو تبعتيه بالسمسار ولا باش؟ انا هو اللي كان في المكالمه قالها، هو اللي وصل حيت هما ناكرين، هما ناكرين، راه اليوم دنيا وغدا اخره. انا ما غنقولش لكم خليتكم الله، عرفتي علاش؟ حيت هما كتعناو ديما بالنفوذ وبالمال وبالمعرفه. انا غنقول انا ما بقيتش خليتكم الله، حيت هما ما كتخافوا لا من الله لا من العبد ديالو لا من تشحد، حيت الام حاجه الاب حاجه، كلشي كيكذب. والحمد لله الحمد لله، كنقول ان الحمد لله المحمديه القينا على الاقل بعدا على الاقل ولات هاد السيد الرئيس والوكيله وداكشي، على الاقل بعدا ولو كتشوف المحكمه كتدخل ليها كانك ضحيه، كانك اللي داير شي حاجه راه ما كتدخلش مخلوع، خلت نقاوها ولا كلشي زوين فيها الحمد لله. راه ماشي كلشي كيف كيف وماشي كلشي بحال بحال. وكنقول لكم الا كنتو كتعناو بالقرايديه ديالكم وواحد بات فيه مشى للحبس، والاخرين كل واحد الى مدينه ياك، ولكن ما غتخرجش ليهم بخير وما غتخرجش لكم بخير. وانا ما غاديش نحبس، انا غادي نبقى تابعه حتى ناخذ الحق ديالي
وشكرا لكل واحد وقف معايا وسامحني والصحافه اللي وقفت معايا. كنشكر الصحافه اللي وقفوا معايا وما تخلاوش عليا وبدون مقابل. هذه هي احسن حاجه شفت في هذا الملف ديالي، ودي الناس اللي تعاملوا معايا والناس اللي كيتواصلوا معايا من المغرب ومن خارج المغرب وكذا. اذا شكرا لك كوثر، يعني وكنتمنى انه يكون حل جذري بالنسبه لهذه القضيه ديالك، وتكون متابعه حقيقيه وابحاث حقيقيه نشوفوها في هذه القضيه ديالك، تبقى للفصل 132 من القانون الجنائي اللي هو الخطا الطبي يا استاذ. خطا طبي ماشي اهمال طبي، خطا طبي. اهمال الاهمال حيت تقرير الخبره الاولى من طرف خبراء محلفين، ماشي من طبيب خدام في السبيطار وخدامه في السبيطار، محلفين. خبير محلف. بجوج خبراء محلفين انني معرضه للاهمال وانني مخيطه، وهما كينكروا مخيطه، والخياطه اللي مخيطه ماشي ديال وحده اللي الدومين ديالها، والتقرير راه هو كاين في راه واضح. اذا الى هنا ناتي نهايه هذه القصه مع كوثر واطوارها بالمحاكم والسبيطارات الى غير ذلك من المصالح المعنيه. الى الحين اللقاء بكم في بث اخر مع المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع. شكرا لك اختي كوثر. شكرا خويا، بارك الله فيك انت، الله يحفظك.